رائد رائد محمود الشاكر. أنا شكر محمود من مدينة الموصل، مواليدي 2004، طالب خامس إعدادي. محمد عبد الحميد محمد، مواليد 1997، خريج معهد تقني طبي قسم أشعة. يعني تقريباً عدد هائل من المتقدمين، يعني 15 بس انقبلوا، البقية معقولة أنه يروحون ويقعدون ويقولون أنا ما لي فائدة بالحياة. نحاول يعني نصل النتيجة أنه نصل النقطة أنه نصنع هدية من لا شيء أو نبتكر في شيء يناسب المناسبة اللي هو جاي عليها. ويدي شنو طموحك بالحياة؟ إن شاء الله أصير بطل عالم في منظمة اليو اس سي وأرفع رأس العراق واسم محافظتي في المحافل الدولية إن شاء الله.